العاهلة الأردنية الملك عبد الله الثاني أن مصر هي عماد الشرق الأوسط وأن الجميع بحاجة إليها، داعيا إلى ضرورة الوقوف مع المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن هناك الكثير من التحديات التي يواجهها. وفي المقابلة مع الإعلامي الأمريكي تشارلي روز، قال عاهل الأردن إن الرئيس السيسي يبذل جهودا لمساعدة بلده على النهوض والتعافي وتحقيق الاستقرار، كما أوضح أنه يتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي حول مختلف القضايا ومنها الوضع في سوريا والعراق. بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى سلطنة عمان، يلتقي خلالها نظيره يوسف بن علوي بهدف بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. كان شكري قد التقى خلال زيارته إلى المنامة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وشهد اللقاء عرضا لما حققته مصر من تقدم على صعيد استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تم استعراض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.